صحيح، فاتتني دي. تاكسي تاكسي. ما تستعبطش، لازم تشيلني. انت ناسي ان دي اول ليله في جوازنا؟ اشيلها ده ايه؟ ما تكونش فاهمه انها اتجوزت طرزان. ساكت ليه؟ ما يلا. بس بسال يا حبيبتي، يعني تحبي شيله معينه ولا اي شيله والسلام؟ كله ماشي، المهم تشيلني وبس. على كل قوي. انا لو اعرف من الاول ان العمليه تقيله كده كنت خلعت. الجمله دي معناها انك ندمان على جوازك مني. معقوله يا حبيبتي اندم برضه على احلى حاجه حققها لي ربنا؟ حقيقي الكلام ده من قلبك يا حماده؟ من ده خشيشي، من جوه انا خشيشي انا وقال يا حبيبتي. تأخرت على سيادتك، تفاصيل العفش كان متعطل شوية. وانا كمان يا هانم اتمنى لك حياه زوجيه سعيده. انا شفتك فين قبل كده؟ شيل بقى. بس لو شلت يعني. يلا شيل. طيب هقول لك على حاجه بقى. ايه؟ انا غير مسؤول بقى عن اللي هيحصل جوه بعد الشله دي. مالكش دعوه. تعيطش يا عم صالح، هحاول تاني يا سيدي.
الو الوكالة من فضلك دي الاستاذ احمد نافع الابوري المحامي. الابوري الابوري يا ست. عارف عارف انه يا ستي انا وكيل اعماله ومدير مكتبه وكاتب اسراره. الله المساله خطيره خطيره جدا، احنا متسوحين يا هانم. الله لا لا مؤاخذه يا بنتي، اصل انا منفعل شويه تعبان، حاولي تاني الهي يسترك. شهر عسل ايه ده والمكتب تعبان؟ الله يخرب بيتك يا عم صالح، من يوم ما عيطت مفيش خالص. ليه يا عم صالح ليه؟ افرد وشك يا راجل حرام عليك. طبعا. يا ساتر عليك، المفروض يشوف شغله الاول وبعدين يبقى يعسل على كيفه. ما تعيطش ما تعيطش ابدا. حبيبتي بس اول الوم لنفسي وبعدين احط السماعه. قولها لي فوقي. احنا بقالنا اسبوع بنقول بس واجب برضه نرد. سيب اللي يرن يرن. طب مش جايز تكون ماما؟ ماما؟ اه ممكن. الو؟ اهلا يا ابراهيم افندي. الله يبارك فيك. ايوه موجود. الو؟ ايوه ابراهيم افندي. ازاي؟ الحمد لله يا بيه كله تمام. المكتب عال وكلنا بندعي لك بدوام الصحة. ربنا يقويك يا احمد بيه، ربنا يقويك. ايوه بس انا وقعت زبون سقع وبرشمته في مقدم الاتعاب. بكره يا فندم القضية في المحكمة الكلية دايرة 11. لا اطمن، بكره من بدري هكون في المحكمة. مع السلامة. يا سلام على ابراهيم الفندي ده، جدع بشكل. احسن واحد يشكل الزبون ويجيب رجله. ده ايه بقى الشغل بتاع بكره ده بقى؟ واحنا حبيبتي مش متفقين نقضي اسبوع عسل وبعد كده نبتدي الشغل؟ اصل خلص بسرعه يا حبيبي. لا لسه فاضل الليلين. معقول؟ ده انا ما كنتش واخده بالي. طيب ما دام خدت بالك ما تيجي جنبي بقى. غريبة إننا متجوزين بقالنا أسبوع ولسه بنتكسف من بعض. هو دايما أولاد العائلات الكبيرة بيبقوا كده.